أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينة رئيسة مجلس النواب أن الدعم السامي من لدن جلالة الملك المعظم المؤثر الأسمى في بلوغ المرأة البحرينية المراقي الرفيعة من التقدم وتعزيز الإيمان بقدراتها وإمكانياتها. وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية، نوهت معاليها بالجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خلال إدماج احتياجات المرأة البحرينية ضمن الخطط والاستراتيجيات الحكومية وفي جميع برامج التنمية الشاملة، مؤكدة معاليها أن ما تحقق من إنجازات متنامية ونجاحات متواصلة للمرأة البحرينية هو نتاج وثمرة متابعة وتوجيهات وحرص قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وما أولته سموها من اهتمام وما رعته من مبادرات نوعية حققت الغايات المرجوة في مجال النهوض بالمرأة البحرينية وتسجيل تقدمها اللافت حتى باتت مثالا يحتذى به.